وهل من نصيحة للذين لا يصلون التراويح مع إمام الحرم حيث يكتفون بأحد عشر ركعة؟ حرموا أنفسهم من الأجر. الواجب أن المسلم يصلي مع المسلمين، ما دام المسلمون يصلون فلا ينفرد عنهم ويحرم نفسه من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كنت تريد أن يكتب لك قيام ليلة كاملة فإنك تصلي مع الإمام حتى ينصرف، وإن صرفت قبله فقد حرمت نفسك من هذا الثواب العظيم.